أشهر لجنة في انتخابات مجلس النواب لجنة الدقي بمحافظة الجيزة. اللجنة طبعا اللي كان بيتنافس فيها دكتور عمرو الشبكي أمام أحمد مرتضى منصور وآخرين طبعا، وانتهت زي ما تابعنا على المستوى الإعلامي. طبعا المسألة خدت جدل كبير، وعلى المستوى السياسي وكمان من الناحية القانونية، واللي حصل في مجلس النواب أو تحديدا اللجنة التشريعية بالمجلس اللي خدت أكتر من جلسة، وحصلت مشاكل وخلافات وسجال يمكن لفظي، وأحيانا مسألة وسط يعني الخناقات بالإيد، لكن المسألة خلصت نقدر نقول خلاص، لأن لجنة تشريعية النهاردة وافقت بالإجماع على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد دكتور عمرو شبكي نائبا عن دايرة الدقي والعجوزة بدلا من أحمد مرتضى منصور. ومصادرنا هنا بتتكلم، ويمكن خبر قدام حضراتكم، أن دكتور عمرو هيؤدي اليمين الدستورية، هيحلف اليمين على يوم 27 نوفمبر، وهو مشرفنا النهاردة في الحياة اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك، اتبلغت بالكلام ده؟ لا لسه عارفه منك. طب فعلا؟ لا ان شاء الله عليه ب 27 نأمل، بقى لنا 5 أشهر. انت لغايه دلوقتي برضه لسه مش واثق. طبعا يعني حسم اللجنه التشريعيه للامر النهارده باجماع الاراء، انا احب يعني اشكرهم، وان كان كنت يعني طبعا اتمنى انه تنفيذ الحكم كان يتم بمجرد صدوره، لكن في النهايه احنا قدام شيء جديد وصفحه جديده، وقدام مرحلة جديدة متسقة مع الدستور المصري اللي بنطوي فيها عصر انه المجلس النواب سيد قراره. والأهم ان احنا بندي رسالة أمل لكل مواطن في مصر انه حقك هتاخده بالقانون، بأحكام القضاء، باحترام الدستور والقانون، مش بالبلطجة، مش بالصوت العالي، مش بالشتايم. في النهاية الحقوق بترجع لأصحابها بالقانون، ودي أنا أعتقد رسالة يجب على كل واحد في مصر شاعر بظلم أو حاسس إن هو لسه حقه مجاش، حتى لو تأخر شوية وخد 5 أشهر أو أقل أو أكتر، لكن في النهاية أحكام القضاء لابد إنها تحترم ولابد إنها تنفذ أيا كان رأي الناس أو تقدير الفقهاء والقانونيين فيها. ما احنا عارفين انه دايما بيبقى فيه اجتهادات كتيرة ومدارس كتيرة بالظبط، لكن في النهاية الحكم هو عنوان الحقيقة. أنا قدام حكم من أعلى سلطة قضائية في مصر هو محكمة النقض، واجب النفاذ. وبشكر كل زميل في اللجنة التشريعية وكل زميل في مجلس النواب، مش هقول بقى وقف معايا، لا، وقف مع إعمال القانون وتنفيذ واحترام أحكام الدستور. حتة إنه دلالة إن القرار يجي بالإجماع النهاردة من أعضاء اللجنة، يعني المشوار كان طويل، وحضرتك بالتأكيد كنت على علم ومتابع تفاصيل اللي بيحصل في اجتماعات اللجنة، وأستاذ عصام السلمبولي طبعا المحامي عن حضرتك حاول توضيح الأمور والاتصال مع الناس وتوضيح الموقف. دلوقتي لما نفهم أنه بالإجماع ويحصل برضو بعض الأصوات تتكلم، ومش عارفة دي بقى قانونيا وهتبحثها إزاي، هتروح للجلسة العامة لإعادة المناقشة ولا تصويت، ولا على طول حلف اليمين من حضرتك؟ هو الجلسة العامة لاعتماد القرار، يعني يفترض أنه هو لاعتماد القرار اللجنة التشريعية، مش التصويت عليه. لا أعتقد أنه يبقى فيه تصويت عليه، لاعتماد القرار ودعوة ودعوتي لحضور الجلسة العامة لحلف اليمين. يعني ده المسار الطبيعي اللي هو يفترض ان هو يحصل. اللجنة التشريعية اللي الرئيس المجلس طلب منها انها تقدم التقرير برئاسة السيد وكيل مجلس النواب، واللي هي حسمت هذا الامر النهارده. هو فعلا كان المفروض يحسم يمكن من 10 ايام، لكن انا تاكدت انه كان في ظرف فعلا طارئ، اللي هو ظرف السيول، السفر السيد وكيل المجلس لهناك، وبالتالي يعني الموضوع النهارده حسم في الاطار الطبيعي. اللي اتاكدت ان في ظرف طارئ، انت كنت برضو متخوف ان يكون التاجيل لسبب تسويف يعني. طب قول لي بقى يا دكتور عم، او ان شاء الله نقول يا ست النائب، من هنا ل 27 هتفضل مخاوفك برضو موجوده؟ يعني بالتاكيد هيبقى في قدر من لكن يعني من المخاوف، اسوء الاحتمالات او السيناريوهات اللي ممكن. لا يعني انا بعد يعني انا اعتقد انه احنا كده قدام مسار يعني صحيح، حتى لو اتاخر. يعني هي الفكره انه اتاخر طبعا. وانا كنت من اتمنى وعاتب حتى على بعض الناس وكده، وكنت اتمنى انه ده حكم محكمه ينفذ على طول، لكن في النهايه
هو اتنفذ اعتمد، اعتقد من هنا لحد التاريخ المحدد هتمشي الامور بشكل طبيعي. مجلس النواب خد قرار، محكمه النقض اصدرت حكم ومجلس النواب احترمه. الموضوع ليس له علاقه بالسجال السياسي ولا له علاقه بانه مين اراءه السياسيه معايا او مين اتفق ومين اختلف معاه، احنا قدام حكم محكمه بيتنفذ، وبعد كده بقى في إطار النقاش السياسي والجدل والتكتلات اللي موجودة والتنوع اللي موجود داخل البرلمان ده هيبقى طبيعي أنه في آراء مختلفة، واللي أنا نفسي فيه أنه تبقى الآراء دي بقى بعد كده على تصورات، على رؤى، على قوانين، مين مع قانون الخدمة المدنية، مين مش معاه، مين مع قانون الجمعيات الأهلية، مين مش معاه، يعني حتى اللي يختلف معاك يختلف معاك على قضايا، ما نفضلش بقى طول الوقت في اتهامات مرسلة وكلام ما بيفيدش الناس وبيضرهم وبيصيبهم بالإحباط في الآخر. الناس عندها مشاكل مش شايفة أنه المشاكل دي على الأقل جزء كبير منها ما بيتحلش، في جزء في صعوبات إحنا كلنا عارفين إن إحنا بنواجهها كدولة وكمجتمع وكنظام سياسي، إحنا محتاجين نكلم الناس فيها، يعني نقول لها انه المشاكل دي بنجتهد حتى لو صح او غلط، بس بنحاول ان احنا على الاقل نقدم تصورات لحل هذه المشاكل.